بداية أي دولة بتتكون من ثلاث حاجات: أرض وشعب وسلطة أو حكومة تدير هذا الشعب لتدير مصالحه وترعاه. لكن أهم حاجة في فكرة الدولة هو البشر، الشعب نفسه. المورد البشري هو أهم حاجة بالنسبة لنا إحنا. آخر إحصائية بتتكلم على فكرة الشباب وتعدادهم في مصر، عملها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان بيقول ان نسبة الشباب تقريبا 20 مليون. ولو صدقنا النسبة دي زي ما هي كده، هنلاقي ان هو بيمثل 24.3% من نسبة السكان. نفس التقرير ده، نفس التعداد ده، قال ان فيه 51.3% من هذه النسبة من الشباب يصنفون على انهم فقراء. من هذا المنطلق فكر حزب العدل وحزب الحضارة وحزب الوسط وحزب مصر وعدد من جمعيات المجتمع المدني لتدشين فكرة المؤتمر المصري الأول لتمكين الشباب لإدارة شؤون الدولة. الهدف الرئيسي هو تقديم مجموعة من القيادات الشبابية لتشارك في صنع القرار السياسي في إدارة شؤون الدولة المصرية. لأن مصر عمرها ما تقوم إلا على سواعد الشباب. يعني كان في كلام كده بيتقال ان مصر دي عمرها ما هتقوم الا اذا الشباب المصري اللي قام بالثوره بقى موجود في المجالس التشريعيه والمجالس المحليه ورئاسه الجمهوريه كمان باذن الله. فمن هنا لما عرضت علينا مبادره المؤتمر المصري الاول لتمكين الشباب لاداره شؤون الدوله، رحبنا بقوه وساندنا المبادره، وبالطبع لقينا ترحيب من الاحزاب اللي كانت موجوده ومشاركه وايمان بدور الشباب في بناء مصر. من هنا شاركنا، وحابب ان كل الاحزاب اللي مؤمنه بنفس الفكره دي تبتدي تدخل وتبادر وتشارك معانا. المفروض النهارده الانطلاقه في خلال شهرين، ممكن يبقى في شغل اكتر او اقل، في خلال 6 اشهر هيبقى في نتيجه فعاله للمؤتمر وللمبادره اللي بدات. اتمنى ان تخرج فعلا الكوادر المصريه الشبابيه تقدر تدير شؤون الدوله في المحاور الثلاثه اللي قام عنها المؤتمر، اللي هو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كافه الاحزاب السياسيه العنصر الشبابي مفتقدينه فيها، وده شيء يعني ملموس في يعني معظم التيارات، سواء يعني اقصى اليمين اقصى اليسار او ما شابه ذلك. هتلاقي دايما الكوادر اللي بتصدر الى الساحه هي كوادر يعني كبار في السن، كنا لهم كل الاحترام وكل التقدير، لكن العنصر الشبابي احنا افتقدناه. نظن من وجهه نظرنا انه الشباب الذي قامت بهذه الثوره لديه من الخبره والتكنوقراطيه انه يستطيع انه يضيف في مجالات عمل مختلفه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا بنشارك كحزب عدل وكجمعيه المستشفى شريف الحريه زملائنا في تدشين المؤتمر المصري، يعني تدشين فعاليات المؤتمر المصري او تمكين الشباب لاداره شؤون البلاد، اللي ان شاء الله يعني ستطرح يعني هذه المبادره ويتم تنسيقها مع وسائل اعلام مختلفه والاحزاب والتيارات السياسيه المختلفه للاعلان بشكل رسمي كامل في صوره قريبه ان شاء الله. ورش العمل اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت من 4 أو 5 أحزاب بيشاركوا فيها معاهم جمعيات او مؤسسات اهليه، اتعلمنا ازاي نشتغل مع بعض. دي مشكله في مصر حاجه بنصدرها للسياسيين الكبار، بنقول لهم لو سمحتوا ممكن تشتغل مع بعض احسن من كده عشان خاطر مستقبل مصر. دي تجربه، والمبادره والمؤتمر 6 شهور الجايين المفروض يخرج كوادر
من هذه الاحزاب والاحزاب اللي ممكن تنضم ليها والجامعات والمؤسسات الاهليه بتقول نفس الكلام، ان احنا ممكن نشتغل مع بعض حتى لو احنا مختلفين ايديولوجيا مع بعض عشان خاطر مستقبل مصر. فهذه مبادره من اجل مصر. فريق عمل المؤتمر ورشه عمل لدراسه الحلول السياسيه والمتمثله في البحث والتنقيب عن المواهب الشبابيه الفذه في كل ربوع مصر، في المحافظات والاقاليم، في المدن والاحياء، في القرى والنجوع، لتقديمها للدوله المصريه. بعد التدريب على تنميه هذه المواهب الشابه وتاهيلهم فكريا وثقافيا قانونيا ودستوريا، وكذلك تنميتهم بشريا وخاصه فن التواصل والحوار واداب الاختلاف بما يسمح بتعدد الرؤى السياسيه. انا وفريق العمل لما قعدنا درسنا المشكله الاقتصاديه وحبينا نحط ايدينا على اهم المحاور اللي بنشتغل عليها، لقينا ان اهم المحاور اللي ممكن نشتغل عليها كاقتصاد مصري مشروع محور السياحه، وده في المقام الاول لابد من التفعيل فورا نظرا لان دي بنيه اساسيه موجوده. والحاجه الثانيه الزراعه، لان احنا بطبيعتنا دوله زراعيه. والحاجه الثالثه الصناعه. وفي الصناعه احنا اشرنا ان احنا عايزين نكتشف كوادر ونمد الشباب ونأهلهم في مجالات ربنا حبانا بيها ما تمش استثمارها، زي الثروه المعدنيه، زي اعاده تدوير الكمامه، زي توليد الطاقه، مشاريع ليها اولويات في الاقتصاد المصري. اللي علشان يمكن الشباب من انهم ما يديروا شؤون البلد لازم يكونوا عارفين اول حاجه المشاكل والقضايا اللي بتواجه البلد. احنا حددنا المشاكل كفريق عمل، حددنا المشاكل والقضايا دي في 5 نقط. اول نقطه هي التوعيه بالمشاركه الايجابيه، وده طبعا من خلال تثقيف الشباب بيئيا وفكريا وسياسيا وصحيا. تاني نقطه بنتكلم فيها وهي التنميه البشريه ومنطقيات التوظيف. محتاجين نعمل بروتوكول عمل مع الاكاديميات الخاصه بالتنميه البشريه علشان خاطر ننمي الشباب ونعمل لهم دورات اعداد قاده ودورات في التدريب باللغات والحاسب الالي. كمان محتاجين ان احنا نعمل بروتوكول عمل تاني مع رجال الاعمال علشان خاطر نعمل منطقيات توظيف كتيره بحيث ان احنا نفتح فرص عمل للشباب وننجي على مشكله البطاله. تالت حاجة بنتكلم فيها الحفاظ على الهوية المصرية، ودي أهم حاجة، والقضاء على الفتنة الطائفية اللي منتشرة في المجتمع اليومين دول، وده من خلال الاهتمام بالأبحاث العلمية الخاصة بالقضايا والظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع، وكمان الاهتمام بدور الإعلام في بث ده في المواطنين. هدفنا هو وضع خطة إزاي هيتم اختيار الأفراد بشكل موضوعي بعيد عن أي أهواء شخصية. يعني مثلا انا تقدم لي 10 شباب، منهم المفروض ان انا هختار انتقي افضل فرد يناسب المهنة المتقدم اليها بناء على خطوات ومعايير. المعايير دي بتوضع بناء على تحليل العمل، خطط وابحاث علمية موضوعة. احنا مشكلتنا ان هنا عندنا مشاكل في الادارة عالية جدا وكبيرة جدا، بسبب انه مثلا انا نزل لي 10 رؤساء مترشحين لرئاسة الجمهورية، بناء على ايه العشرة دول تم اختيارهم؟ لابد من وجود معايير موضوعة علمية موضوعية اختار وانتقي على اساسها. انا يعني وارجو من الاعلام انه يعني هذا المؤتمر وهذه الفعالية يخاطب بها المسؤولين واولهم رئاسة الجمهورية، ان اعرف ان فيها جهاز هو بيعتمد او بيهتم بالتنمية البشرية او التنمية المستدامة البشرية. لو لان احنا مجموعه الشباب هم مش هيعتمدوا على احزابهم، هم ممكن مدعومين من احزابهم معنويا، انما المؤتمر ده والمشروع ده مشروع كبير، ده مشروع دوله، فمحتاج تمويل، محتاج تجهيزات، محتاج دعم من كل الانواع.